مجموعة من الحلويات وبلاطات ومكسر إخناق. بس يعني ايه كل سنة بنسويهم سبع اجزاء على اللي فات. دي شرائط كانت حد سرقها وسلمها في متحف برلين وهم حطوها على اسم زجاجة كده. ودي بقية التابوت او غطاء التابوت اللي احنا شايفينه ده، واللي بيعتقد ان بتاع اخناتون او ابنه. والى اللقاء.